السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ضد الغش بكل صوره ودايما بقول حرام الغش، بس في حاجة النهاردة حصلت غريبة أو في امتحانات الثانوية العامة النهاردة، وخاصة امتحان الجيولوجي. كلنا شفنا الورقة اللي اتسربت بتاع البنت اللي اسمها ذكر في الورقة بملابسها بكل حاجة، بالمراقبة باللجنة بتاعتها بالإدارة بتاعتها. ورقة امتحان الجيولوجيا اللي مكتوب عليها اسم الطالبة أروى سمير محمد صدقي من منيا القمح شرقية. ركز كده، ركز في اللي انا بقوله. استحالة في طالبة عندها ذرة عقل، ذرة مش عقل كامل، هي اللي تصور الورق، هي مش غبية للدرجة اللي هي تبين اسمها وبياناتها. ما كانش راحت الامتحان وخلاص، وهي عارفة لما تعمل كده تاخد سنتين فصل. دي استحالة تكون هي اللي مصورة الورق، استحالة. ده اكيد والله اعلم، وانا بقول بنسبة 90% مراقب صورها وهي مش واخدة بالها. وده حصل قبل كده في احد الامتحانات لما طالب نزل الحمام وساب ورقته مع المراقب والمراقب صورها لولا الملاحظ، يعني واحد الطلاب شاف الحادثة دي وبلغ عنه. يا جماعة، حالات الغش السنة دي، مراقبين، مسؤولين، عربيات، ملايات، كل ده. يعني انا مستغرب، يعني انا مستغرب. ولو ما لما يضيع الامانة انتظر الساعة واعرف دي. ربنا ينتقم من المراقب او اللي صور ورقة البنت دي لو هي اللي ما صورتهاش، وانا واثق 1000000% ان البنت دي استحالة تصور. ده من وجهة نظري، حرام حرام حرام. يا وزارة، ما تاخديش البنت ككبش فدا، اسألي وشوفي يا ترى هي اللي صورت ولا المراقب. لو هي حاسبيها افصليها، لكن ما اظنش اللي هي. ده وجهة نظري. قولوا ايه رأيكم في اللي حصل النهاردة في امتحان الجيولوجيا. سلام.